صباح الهنا وصباح الرزق وصباح النصر يا رب على حضراتكم جميعا. وزي ما سمعنا كده يعني في الوقت الصعب للأهلي شعب، هو ده اللي احنا نعرفه، لأن مش معقول يكون في جماهير بتحب بس كيان معين أو نادي معين أو شخص معين وهو بس ناجح وهو بس على القمة. لا، الحب الحقيقي أو الارتباط الحقيقي بيكون في الوقت الصعب، في الصعوبات، في الشدائد. وعلى كل حال كده كده الأهلي ما هوش يعني الشدائد بتاعته بتبقى فترات طويلة، أو هي بتبقى فترات وبتعدي وبترجع تاني أقوى من الأول وبتقف على رجليك، فده الأمر الواقع وهو ده الطبيعي معانا في النادي الأهلي. صباح الفل على حضراتكم ومنتصف الأسبوع وعشرة الصبح في الأهلي. صباح الفل. صباح الفل عليك يا نهواندي، صباح الفل على مشاهدينا في كل مكان. فعلا للأهلي شعب، ومش أي شعب، شعب عظيم وداعم ودايما موجود في ظهر النادي الأهلي وفي ظهر اللعيبة. شعب فعلا بيتألق جدا وقت الأزمات. بالظبط. يعني وقت الانتصار طبيعي كل بيكون فرحان، لكن مش هنا بتبان الأصالة، مش هنا بيبان المعدن. ده حتى على المستوى الشخصي والإنساني. بالزبط. دايما يقول لك إيه، لما تيجي تكون موجود دايما في عزة أهم بكتير ما تكون موجود مثلا في فرح. فده بيكون من ضمن المقومات الأساسية والخصائص الرئيسية لجماهير النادي الأهلي، اللي عند اللزوم بتلاقيها كلها واقفة، يعني واقفة رجالة وعلى قلب رجل واحد، ودايما داعمين لكل اللعيبة وللجهاز الفني. صباح الفل على كل حضراتكم وأهلا بيكم، وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي كالعادة. الجزء الأول هنتكلم فيه، انتوا حافظين بقى معانا حضراتكم كل حاجة متعلقة بالنادي الأهلي والرياضات المحلية والعالمية إلى آخره. الجزء الثاني هيكون عندنا فقرتين حواريتين، الفقرة الأولى إن شاء الله هتكون عن الألعاب الترفيهية، هيكون منورنا من خلالها الأستاذ أحمد البكري رئيس الاتحاد الألعاب الترفيهية، وإن شاء الله فقرة تنال استحسان حضراتكم. وتاني الفقرات كانت فقرة متصورة خارجي، نهواند بقى تحكي لكم عنها يعني. حصل إيه بقى؟ بص، الفقرة الثانية دي اللي هتكون معانا هي فقرة مسجلة، وكانت مع هم كانوا منورنا قبل كده، يعني طبعا اللي هم كرة القدم للساق الواحدة، ولكن احنا وعدناهم ان احنا هنروح على أرض الملعب وننقل لحضراتكم الصورة حية، زي ما بتقال اللي يسمع غير اللي يشوف بعينه طبعا. فروحنا وشفنا الناس دي وهي بتتمرن، وشفنا بقى الفريق كله والمنتخب وهو موجود، وكانت مفاجأة هناك ان انا كمان لقيت كريم كرة قدم للساق الواحدة للنساء، يعني كان فريق كمان نسائي لسه تحت التأسيس والتكوين. على كل حال هم خمس بنات لحد دلوقتي، بس عملت معهم لقاءات، سمعت منهم، اتكلموا قوي. كنتش عارف ان في اصلا ما دي بقى اكتشفناها هناك. والحلو كمان في الموضوع ان كل واحده، يعني كان في لقاء من اللقاءات اللي حضراتكم هتتابعوها مع لعيبه هناك، هي اولا ابتدت معايا حكت البتر اللي كان في رجليها سببه ايه والحادثه ايه وحياتها ازاي كانت بعد هذا الموقف او هذه الحادثه، وبعد كده ازاي قدرت انها تقف على رجليها مره تانية وتبص للحياه نظره مختلفه، وراحت انضمت لكره القدم للساق الواحده للفريق النسائي، وازاي فرق في حياتها والناس شجعتها ازاي ومين احبطها رحله النجاح دي كلها. ومش بس لهذه اللاعبه، لا، لكل الناس، واعمار كانت مختلفه. انا شفت اطفال وشفت ناس كبيره وشفت، يعني عايزه اقول لحضراتكم فعلا مش قصه ان هو او لقاء خارجي انساني او تقرير خارجي انساني، الموضوع مش كده. انا فعلا اتعلمت اللي انا سمعته منهم قد ايه الواحد لما بيبقى تعبان شويه او موده مش حلو او حصل حاجه في حياته يقول يوه انا خلاص انا مش قادر اكمل. مش قادر تكمل ايه؟ تعال اتفرج، تعال اتفرج واسمع وشوف وتعلم. مش حاجه اسمها مش قادر تكمل، طول ما احنا عايشين على الارض هنكمل مهما واجهنا ومهما خسرنا ومهما ناس خرجت من حياتنا وناس وفرص ضيعناها وفرص راحت مننا، هيجي الاحسن وهيجي الافضل وهيجي اللي بتتمناه، بس انت استمر في الدنيا، هو ده اللي احنا نعرفه. ففقره اعتقد او ان شاء الله هتعجب حضراتكم جدا، دي الفقره الثانيه. الفقره بقى الاولى اللي انت نوهت عنها وهي بنتكلم عن يعني الالعاب الترفيهيه، وطبعا الاستاذ احمد البكري والاتحاد، خليني اقول لحضراتكم برضو هو اسس من سنتين يعني 2020، لكن بيضم ست العاب. هنفهم بقى في الفقره دي اكتر ايه الالعاب الترفيهيه واتعمل لها اتحاد اصلا. الناس تقول لك العاب ترفيهيه واتحاد، على فكره هتفهموا حضراتكم ايه المغزى من فكره ان هو يكون ليه او يؤسس ليه اتحاد وبيعمل ايه وبيقدم ازاي على الارض. كل ده هنعرفه مع استاذ احمد البكري. على كل حال بقى تعالوا نروح مع حضراتكم للموضوع الأبرز والمهم، والمؤتمر الصحفي وتقديم مارسيل كولر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، والناس كلها بقى مستنية. هو كان ليه كريم كذا تصريح، ومن التصريحات الحلوة اللي أنا سمعتها هو كان بيتكلم أن النادي الأهلي الأكبر في إفريقيا ولديه قاعدة جماهيرية تساعد على النجاح. طيب إيه تاني قاله؟ قال سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق طموحات جماهير الأهلي والتتويج بالبطولات، وأضاف قال
الفرصه متاحه امام الشباب والمهم عقليه اللاعب. حلوه قوي الجمله الاخيره دي طبعا. لان العقليه بتفرق جدا. على فكره ممكن يبقى لاعب مهاري وممكن يكون متفوق على لاعب مهاري اخر محترف، ولكن عقليه اللاعب المحترف مختلفه عن عقليه اللاعب المحلي وغيره. فالعقليه هي الاساس، عقليه البني ادم حتى مش لازم اللاعب، هي اللي بتحركه، هي اللي بتتحكم في افكاره، هي اللي بتحدد مستقبله من الاخر. فحاجه محترمه جدا. واحنا عارفين ان النادي الاهلي في الاول وفي الاخر لما بيجي يختار بيبقى عنده اوبشنز كتيره او خيارات كتيره، بيختار الافضل، بيختار اللي بيتوافق رؤيته مع رؤيه النادي الاهلي. واعتقد النادي الاهلي لقى ده في كولر، وحكينا قبل كده برده كتير عن سيره ذاتيه لكولر اللي بتخلينا كلنا الثقه بصراحه في الفتره ان شاء الله الجايه، والاحوال تتغير بقى معاه، والطموحات اللي الجماهير قبل اي حد بتتمناها وعايزه تشوفها على الارض. فحاجه محترمه. وهنرجع نقول تاني الجماهير اللي سندت برده الاهلي في الموسم اللي فات اللي كان موسم ليس الافضل تماما لينا، هي نفس الجماهير اللي هتساند في الموسم اللي جاي، وعندها امال بقى ان يكون في تعويض يا كريم. وحقنا حقنا على النادي الاهلي اللي دايما بيفرحنا. ده احنا قلنا يوم فاكر سنه 2020 وقت لما كان العالم كله في حزن وكان لوك داون وكورونا والناس كلها قرفانه ومحدش بيخرج وهكذا، النادي الاهلي الحاجه الوحيده كانت بتفرحنا. انا مش ببالغ حضراتكم، انا مش ببالغ، احنا كان في واقع وفي تاريخ ارجعوا له. النادي الاهلي كان وقتها ما فيش حاجه بتحصل، واحنا كنا وقتها بعد الفتره دي بكام شهر النادي الاهلي كان بيلعب وهو اللي بيجيب البطولات والثلاثيه وغيره، وهو ده اللي كان بيفرحنا. كان في حاجه ثانيه، وكنا بنسافر ولا بنيجي ولا حتى كان حد بيتجوز ولا كان في ناس بتطلق بس على كل حال يعني. فلا هو ده اللي احنا منتظرينه، فان شاء الله خير يا كريم. الحقيقه جمهور النادي الاهلي يعني هوندي يعني عشان نتكلم عنه، ده احنا عايزين له كذا حلقه نتكلم بس عن طبيعه وخصائص جماهير النادي الاهلي وعبر الزمان عبر التاريخ، لما بنتفرج على حتى مباريات قديمه بالابيض والاسود، لما بنتفرج على اي صفحه من صفحات مجله رياضيه قديمه ونشوف الجماهير كانت بتبقى عامله ازاي في المدرجات. جماهير النادي الاهلي جماهير عظيمه، ودايما ده شيء بيبان خصوصا في الماتشات الكبيره والمباريات الكبيره. ده كمان اكد عليه كولر امبارح الحقيقه لما قال ان النادي الاهلي هو النادي الاكبر في افريقيا وان عنده قاعده جماهيريه كبيره جدا في كل انحاء العالم. قال ان ده هو اللي هيساعدنا على النجاح، وطبعا احنا بدورنا اكيد بنتمنى له هو والجهاز المعاون كل النجاح وكل التوفيق في الفتره اللي جايه ان شاء الله. كمان من ضمن الحاجات اللي كانت ملفته للانظار جمله قالها عن النادي الاهلي لما سالوه انت ازاي تدرب فريق خارج اوروبا، قال ان فكره التدريب خارج القاره الاوروبيه كانت مستبعده بالنسبه له الى حد كبير، الا انه قرر انه يخوض التحدي والتجربه مع النادي على حد تعبيره الاكبر في القاره الافريقيه. قال لما جيت وشفت نادي الاهلي شفت ده نادي بمواصفات اوروبيه، او تقدروا تقولوا ان انا شفت نادي اوروبي في افريقيا، ودي تورينا طبعا يا حضرات حجم الانجازات اللي بتعملها اداره النادي بشكل متواصل والاهتمام بكل كبيره وصغيره من التفاصيل المتعلقه بالنادي وكمان بالالعاب والرياضات المختلفه. كمان من ضمن الكلام اللي استوقف البعض مننا كلامه عن فرص اللاعبين الناشئين في المشاركة، وقال إن الفرصة متاحة أمام اللاعبين كلهم، وإن دي النقطة بقى اللي كانت نهاوند بتتكلم فيها من شوية، وإن عقلية اللاعب الناشئ مهمة جدا 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 في منحه الفرصة للمشاركة في المباريات، ولابد وأن يكون مدرك كل لاعب للمتغيرات اللي ممكن تحصل في أي وقت، ويكون عنده من المرونة ما يكفي، وإن اللاعب اللي بيتحمل الضغوط هو اللي هيمتلك الفرصة الأكبر للتواجد في مبدئيا كده حسابات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة. وأكيد تفصيلة العقلية بتفرق كتير، ونهوان بتتكلم مع حضراتكم من شوية بتتكلم على حتة العقلية وإن هي بتفرق لاعب من لاعب. ما أعرفش ليه شفت قدامي حد زي مثلا محمد صلاح وتفصيلة العقلية طبعا. حد زي كريستيانو رونالدو مش مجرد كرتونة مواهب والسلام، لا ده احنا بنتكلم على منظومة متكاملة أكيد اللي بيديرها عقل في قدر معقول جدا من الحكمة ومن الرؤية المستقبلية كمان. بص هقول لك على حاجة، أنا كلامك مظبوط جدا، وده ممكن يطبق على كتير جدا من اللعيبة بتاعتنا اللي احترفت بالخارج. بنشوف بقى من مثلا نتكلم في 15 سنة فاتت لحد دلوقتي، هتلاقي اللي كان متألق جدا في الداخل وبعدين لما راح احترف في الخارج ما قدرش إن هو يعمل أي إنجازات ورجع. أنا مش عايز أقول أسماء لأن مش عايز احدد، عشان لو اتكلمت عن حد ممكن يقول لك انت بتتكلم عشان هو لا ينتمي للنادي الاهلي فتقول ان تجربته فشلت. لا، اسماء كتيره جدا من اجيال سابقه راحت احترفت ولم تثبت اي شيء في الخارج ورجعوها مره تانية، وناس كانت يعني لعبها الى حد ما على الارض هنا يا كريم
كويس بس مش الافضل. لما راحت واحترفت في الخارج واخدت فرصه استغلتها صح، هي دي بقى عقليه اللاعب الاحترافي، انا ازاي قادر ان انا اقيم حياتي واسيطر على حياتي وانظم حياتي، هي دي النقطه. ف يعني ممكن نعمل حلقه كامله عن محترفينا وازاي العقليه بتفرق من لاعب للاعب ومن شخص لشخص. في ناس على فكره لما راحوا احترفوا، لعيبه لما راحت احترفت بره ولما رجعت سالوها انت ليه التجربه ما نجحتش، قال لك عشان انا مش واخد على الغربه ومش واخد على ده. غلط يعني، ده في حد ذاته اهي العقليه، انا رايح احترف لازم ابقى فاهم قبل ما اروح ان انا هيبقى في غربه، مش هيبقى ليا اصحاب، الحياه تبقى صعبه، انا هعتمد على نفسي، الاجواء تمام مش تبقى موجوده، اهلي مش موجودين، صحابي مش موجودين، لو انا متجوز ومخلف مش هيبقوا معايا او معايا واتفر يعني، بس هيبقى فيه صعوبات. لو انا مش رايح حاطط ده في دماغي، انا رايح وبعدين برجع اقول الغربه، ما لازم ابقى فاهم يعني. دي كانت اسباب كتيره جدا، وبرده مش هقول اسماء، ممكن نعمل لها حلقه احسن مخصوص عشان محدش بقى ايه. على كل حال نرجع للمؤتمر الصحفي، وكلام محترم جدا اتقال امبارح، وخلينا نروح تحديدا لكلمه كابتن سيد عبد الحفيظ اللي كان ليه اكتر برده من نقطه وهو كمان بيعرف يعني كولر امبارح. خلينا نتابع ونرجع نكمل. يعني في البدايه طبعا بشكركم جميعا على الحضور، فرصة كويسة ان احنا بنلتقي من حين لاخر خصوصا لما يكون في مناسبات. لكن قبل ما نبدا في تقديم الكوتش، فخلينا نقول شكر واجب للجهاز الفني السابق، الكل اشتغل والكل اجتهد، لكن في النهاية يعني في قرارات بياخدها مجلس ادارة النادي الاهلي او لجنة التخطيط والمشرف العام على الكورة، ملهاش علاقة ابدا بالاشخاص وملهاش علاقة ابدا بالافراد، بيبقى لها علاقة دايما بمصلحة النادي. فشكر واجب للجهاز الفني السابق على كل اللي قدمه معانا، ممكن تكون الرحلة كانت قصيرة لكن في النهاية الناس اجتهدت واشتغلت، وفي النهاية بنشكرهم. يعني يمكن في الاختيار زي ما كانت في المقدمة واتقالت من خلال سيرة ذاتية اتعرضت على مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة التخطيط مشرف عام على الكورة، سيرة ذاتية كتير جدا، فكان أنسبها وأفضلها في الوقت الحالي والمرحلة اللي احنا فيها. الشغل في النادي الأهلي هو بيبقى شغل سهل صعب وصعب سهل الاتنين في بعض على حسب طريقة تفكيرك وطريقة تعاملك مع النادي ومراحله، فكان الاختيار الأنسب من خلال مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة التخطيط هو المدير الفني كولر. إن شاء الله الرحمن يكون موفق معنا بإذن الله. أهلا بك في بيتك، يعني كل المساندة وكل المؤازرة ليك، مش هتحس أبدا بأي غربة أو هتحس بأي فرق أبدا. النادي الأهلي هو نادي أوروبي في قارة أفريقيا من خلال السيستم أو النظام اللي بيتبعه. يعني تحدي جديد، مشوار جديد، بداية جديدة، لكن الكل هيبقى عنده هدف واحد، الكل عنده طريق واحد، ملهاش علاقة أبدا بطريقة فكر شخص أو اثنين أو ثلاثة، هي طريقة فكر منظومة كاملة. يعني إن شاء الله بإذن الله نكون موفقين، إن شاء الله هتنجح معنا بإذن الله، إن شاء الله الرحمن وننجح معاك. حقق من خلال السيرة الذاتية اللي تعرضت على مجلس إدارة ولجنة التخطيط كان الأنسب أو الاختيار أو النقاط أو الأهداف اللي حاولنا نحققها في الشخص الاختيار، يعني كان راجل يبقى عنده خبرات كبيرة، عنده بطولات. يعني فكرة ان انت تتمرن في النادي الاهلي او تشتغل في النادي الاهلي هي فكرة مش سهلة خالص اطلاقا، يعني ممكن السيستم يساعدك والنظام يساعدك لكن في النهاية شخصيتك هي الاهم. يعني ده متوفر في الراجل من خلال يمكن لقاءات صغيرة، لكن ان شاء الله بإذن الله يبقى التوفيق حليفه والتوفيق يكون معنا ومعه بإذن الله. أنا طبعاً هو هيقدم جهازه، لكن دي كانت المقدمة عرضنا فيها واستعرضنا فيها كيفية الاختيار، وبكرر شكري للجهاز السابق وإن شاء الرحمن بالتوفيق في بداية مرحلة جديدة وتحدي جديد وموسم ممكن يبقى صعب جداً، لكن في النهاية إن شاء الرحمن كل العقليات اللي موجودة وكل الناس اللي بتشتغل عندها من طريقة الفكر أو طريقة التعامل إنها بإذن الله ننجح وننجح بشكل كويس إن شاء الله. طيب خلينا بقى نتعرف على اللي كولر شخصيا قاله في هذا المؤتمر الصحفي، وناس كتير الحقيقه كانت بتتساءل عن يا ترى هو في ايه في دماغه فيما يتعلق بمساله خطه اعداد الفريق للمرحله اللي جايه ان شاء الله. تعالوا نسمع الاجابه منه هو شخصيا، تابعوا معانا. يا ich freue mich dass wir hier sein dürfen. انا مبسوط جدا ان انا موجود معاكم هنا. und dass wir das erleben dürfen auch mit dieser tradition in diesem verein. ان احنا نقدر نعيش العيشه اللي موجوده للناس كلها موجوده هنا.
Wir sind natürlich auch sehr stolz, dass die Verantwortlichen uns als Team ausgesucht haben. وفخورين جدا بالتيم اللي معانا والإدارة اللي ورا ظهرنا. Und ich möchte aber auch sagen, dass wir jetzt am Anfang sind und schon viele Lorbeeren bekommen haben, aber noch nichts geleistet haben. احنا انا بعترف ان احنا لسه في الاول وبناخد شكر كتير بس احنا لسه ما ابتديناش. Und für uns wird wichtig sein, dass wir gut und intensiv mit den guten Spielern, die wir haben, arbeiten, um natürlich das Beste für Al-Ahly rauszuholen. بالنسبة لنا أهم حاجة إن إحنا نشتغل مع اللعيبة ونطور منهم علشان نطلع أحسن حاجة ممكنة للنادي الأهلي. Und das Beste heißt immer zu siegen. Wird nicht immer möglich sein, aber Titel zu holen. Das ist das, was wir schon selber auch oder ich mit meinem Team erlebt habe. Ich weiß, wie das ist und das ist das, was wir anstreben werden. أحسن حاجة طبعاً هي الفوز وده اللي هنحاول نشتغل عليه وهو ده اللي مع التيم بتاعه هيقدر يوصل للفوز اللي احنا عايزينه. Was ich jetzt auch in den Diskussionen, Vertragsdiskussionen erleben durfte, ist eine sehr professionelle Geschäftsleitung. في المناقشات مع الإدارة وساعة توقيع العقود حس ان هو فعلا في إدارة بروفيشنال شغالة ورا النادي الأهلي. Da möchte ich mich natürlich beim Präsidenten, beim Captain Khatib und all den zuständigen Personen herzlich bedanken. وبيشكر كل بيشكر طبعا اولا رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب وكل الموجودين والمشاهدين والحاضرين حاليا دلوقتي. Und ich denke auch, es wird in diesem Club viel von Familie gesprochen und wir dürfen das jetzt in diesen zwei Tagen schon sehr gut erleben. ودايما بيتكلموا عن موضوع ان الاهلي عيله وهو ده في اليومين اللي فاتوا فعلا حس ان هو ينتمي الى هذه العيله. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass wir zusammen mit diesen Fans, mit diesen Personen, mit unserer Arbeit auf dem Platz dazu beitragen werden, dass wir erfolgreich sein können. هو يأمل ان هو مع مساندة الجمهور والفانز والتيم ان هو يوصل للمراحل اللي هو عايز يوصل لها. Und ich freue mich, dass es gestern schon losgegangen ist, aber dass es weitergeht und wir arbeiten können auf dem Platz, weil das ist das Wichtigste. هو مبسوط ان هو ابتدى ان امبارح اول يوم تمرين وعايز يكمل على نفس المنهج وي Ja, ich möchte natürlich anfangen bei meinem Assistenten Harald Kemperle. Vielleicht schon aufschlagen, oder nicht? Mr. Harald Kemperle. Ist der Co-Trainer, Assistant Coach, ja. Assistant Coach. Dann Yassin Mikari. Yassin Mikari. Video Analyst. Video Analyst. Dann haben wir Sammy, ist bekannt natürlich hier. Captain Sammy. Im Verein. Ja. Und Michele, der Tormann-Trainer. Und Michele, مدرب ال. Den man auch schon kennt im Verein, ja, schon lange hier. Ist. معروف. Und dann ist noch unser Athletiktrainer, der ist jetzt im Moment nicht hier, weil die Mannschaft Fitnesstests macht und er ist da mit dabei. Und مدرب اللياقة البدنية Tizian. Tizian, ja. Tizian. دلوقتي حاضر مع الفريق علشان يعمل القياسات والفحص الطبي والحاجات زي كده. Und ich freue mich, dass Captain Khatib auch noch eingetroffen ist. ومبسوط جدا ان كابتن خطيب حاضر معانا حاليا. Danke. سمعنا يعني دلوقتي كولر قال ايه وقال ايه للجماهير، خلينا نسمع بقى جماهير النادي الاهلي قالت ايه لكولر في التقرير ده ونرجع نكمل. We'll be right back.
احنا الامل كله بقى ان احنا نعوض الفتره بقى الكئيبه في عمرنا دي اللي مش عايزين نكررها تاني، وان شاء الله راجل شكله وقور ومحترم، واحنا ما بدأنا اساسا كده، واعتقد ان هو فنيا هيكون كويس ان شاء الله باذن الله، وهيفيد النادي كويس ان شاء الله باذن الله، ونرجع لمسيرتنا الطبيعيه والبطولات كلها بتاعتنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله هيضع بصمه كويسه للنادي ان شاء الله، لانه السيره الذاتيه بتاعته سيره محترمه جدا، وراجل عنده جاي عنده استعداد عايز يعمل حاجه مع النادي الاهلي. كولر مدرب كبير حقق نجاحات في كل التجارب بتاعته، شفنا في الدوري السويسري حقق لقبين للدوري وحقق لقب للكاس ودرب منتخب النمسا وعمل معاه طفره وحقق ودرب ناديين في المانيا بوخم وكولين، وله تجارب مميزه جدا. اتمنى ان شاء الله ان يواصل النجاحات دي مع الاهلي. لازم يعرف انه لازم يطلع افضل ما عنده ويحقق لنا بطولات تليق بالنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، والاستراتيجيه دي تكون واضحه بيركز فيها على الجانب الفني، الجانب التحفيزي للعيبه. احنا يعني منتظرين منك ان شاء الله الكتير، احنا شفنا السي في بتاعتك وشفنا تاريخك على مستوى الانديه والمنتخبات ما شاء الله، يعني سي في تليق بالنادي الاهلي، وان شاء الله يكون على مستوى طموحات جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله تكمل مسيره النجاحات اللي احنا ان شاء الله متوسمينها فيه باذن الله. هو كولر جاي في وقت صعب طبعا، كلنا عارفين وكلنا عارفين ايه اللي حصل للفريق، بس من السي في بتاعه القوي انا متمنيه له كل الخير، والاعظم نادي في الكون مستنيينك. والله انا على المستوى الشخصي متفائل ان شاء الله بالمدير الفني ده، وان شاء الله يحقق طموحات الجماهير. احنا متعودين دايما النادي الاهلي يا مكسب يا فوز، مفيش خساره خالص، احنا مش عايزين برضو نحط عليه عبء جامد وستريس جامد فيبقى مضغوط، لا احنا في ظهره ان شاء الله. ربنا يوفقه جدا، لانه هو عنده بيشتغل في اكبر نادي في الشرق الاوسط، ومعاه طبعا لعيبه النادي الاهلي اللي هم يعتبروا من احسن لاعبي الوطن العربي وافريقيا، فان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله هيبان بعد كده، وانا متفائل ان شاء الله. اتمنى انه يترك بصمه جيده، حتى لو ما قدمش الأداء المطلوب يقدم النتائج الممكنة اللي تفرح الجماهير. أحلام وطموحات كل الناس يعني منعقدة على كولر، وفي ناس كتيرة متفائلة ومستبشرة خير مبدئيا بكاريزمته، ويبدو أنه فعلا شخص زي ما سمعنا في أول التقرير وقور محترم كما يتماشى مع مبادئ النادي. لا وعجبني كمان اللي قال عايزين نعوض الفترة الكئيبة يعني very true، يعني ما ده بجد. طب بالك من اللي قال إن النادي الأهلي يا مكسب يا فوز؟ ما طبعا ما هو هي كده بس صحيح. كلها رسائل حلوة، وليه حلوة؟ لأن هي فيها تفاؤل، فيها طبعًا ثقة يا كريم طبعًا. فده الحلو. يعني في ناس قبل كده لو كنا بنسالهم مش هنقول امتى، يقول لك ان شاء الله خير، يعني يا رب مستبشرين خير، بس الناس دلوقتي عندها ثقه ان الاختيار هو ده الافضل. الراجل ده على فكره من ساعه ما جه وساعه ما استقبلوه في المطار والناس ابتدت تحس ان هو لطيف، يعني حتى على المستوى صحيح. الشخصي ما نقدرش نحكم فنيا، احنا مش يعني لسه طبعا اكيد لسه احنا بنتكلم على كاسيفي، طبعا رجل مخضرم جدا واول مره يمر النادي في افريقيا زي ما حضراتكم سمعتوا، ولكن على الصعيد الشخصي هو شخصيه لطيفه، يعني كان بيهزر مع الناس، بيهزر مع الصحفيين، رسائله حلوه جدا لجماهير النادي الاهلي صحيح. على درايه بطبيعه هذا النادي، فحلو يعني تحس ان هو حتى لما صرح وقال انا حاسس ان انا وسط اهلي او وسط الناس، او اندمجت اول ما نزلت من الطياره وشفت الاستقبال وكده حسيت ان انا ضمن هذا الكيان، وده اللي احنا عايزينه. احنا مش عايزين حد يجي او مدرب يجي حتى لو جالنا من انهي او من اي مكان ان احنا نحس ان هو جاي بيشتغل بس، فاهم يا كريم؟ هو ده أيوة شغلته طبعًا. بس طبعًا. او ده عقده بس طبعًا. فلا فدي كلها رسائل حلوه وان شاء الله خير، انا مستبشره يعني هنقعد نقول كده كل يوم، بس يعني الايام اللي جايه وخلاص الموسم على فكره ما يعني ما فيش اقل من شهر باذن الله ويبدا، وبدايته برده لازم تبقى قويه، يعني انا دايما بحكم بالبدايات بصراحه، او بحب البدايه كده لما بتبقى قويه بتبقى مبشره، فباذن الله كمان تبقى بدايه موسم قوي جدا، لان هتفرق معانا نفسيا كمان على مدار او بقيه الموسم يعني اكيد. وبعدين من هنا لغايه لما الموسم يبتدي رسمي اكيد 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 مفيش ذره شك في هذا الامر ان كولر
يعني هيقف على كل كبيره وصغيره، خصوصا في الامور اللي حصلت في الشهور الاخيره واللي بطبيعه الحال اكيد الناس كلها هتفهمها له، وهيدرك كل الادراك ان الوضع ده لازم يتغير وبسرعه شديده وبشكل مدروس ومحسوب. واعتقد ان يعني تبدو كده يعني مبدئيا من كاريزمته اكيد الى جانب السي في بتاعه ان هو عنده من الكياسه ما يكفي ان شاء الله ان هو ياخدنا للطريق الصحيح، التراك الطبيعي اللي طول عمرنا ماشيين فيه. بمناسبه برضو المستجدات، لان اكيد كان في ناس كتير الفتره الاخيره وبرضو نفس الكلام اللي كان بيحصل فيما يتعلق باسماء المقترحه للمدير الفني المرتقب او الجديد للنادي الاهلي، نفس التكهنات اللي اغلبها كان مش مظبوط كمان حصل مع اللعيبه. سمعنا في الايام الاخيره فلان هينضم وفلان مش هينضم، ضم حاجات زي كده. من ضمن الناس اللي انضموا وبشكل رسمي وتحديدا امبارح الكابتن امير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي اعلن عن انضمامه هو شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا اللي انضم اخيرا الى صفوف النادي الاهلي لمده 5 مواسم قادمه ان شاء الله. وقام امير توفيق بانهاء كافه الامور الاداريه والماليه مع اللاعب وكمان مع نادي سيراميكا كليوباترا. اكيد كل ده كان بيحصل بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي وايضا المشرف العام على الكره. بنتمنى له اكيد كل التوفيق ان شاء الله، نشوف منه الاداء اللي يرضي جماهير النادي الاهلي ان شاء الله الفتره الجايه. بص شادي يا كريم من اللعيبه اللي فعلا سنها مش كبير ابدا، وفي نفس الوقت زي ما تقول كده عنده بوتنشال حلو قوي وعنده بيز حلو قوي كمان، يعني بيز قوي. وعارف انت اللعب اللي هو تبص له تقول اللاعب ده ممكن مع ان اللعبه برده تاني، معلش هو احنا مش بنبالغ لما بنقول حاجه زي كده، ان ده الواقع. والكباتن وطبعا والمدربين والناس كلها اللي كانت في مجال الكوره او في هذا الفيلد يعني كانت لعيبه فاهمين احنا بنتكلم في ايه. قصه ان انت تبقى لاعب وبعد كده تشوف بعينك في حد ممكن يجي منه، وفي نفس الوقت مع النادي الاهلي، لان اللعب في النادي الاهلي غير. ممكن حد يبقى متالق مع النادي بتاعه جدا يا كريم، يلعب في النادي الاهلي ما يظهرش، يعني شفناها كتير. انا برضو مش عايزه اقول اسماء عشان ما حدش يزعل، يعني خلاص مش مشكله الاسماء، بس ناس كتيره ولعيبه كتيره جت في النادي الاهلي ما كانها ما جاتش، والعكس صحيح، في ناس جت تالقت جدا لما كان اختيارها صح. فلا ان شاء الله شادي يكون عند حسن ظن الجماهير، لان ده لاعب فعلا واعد جدا وناس كتير جدا كمان على المستوى الشخصي بتشكر فيه، فان شاء الله يكون قد هذه المهمه الصعبه خلينا نقول. برضه على كل حال بقى خلونا ننتقل بين النادي الاهلي دلوقتي ونروح للمنتخب، وخلاص انطلاق المعسكر الاول للمنتخب طبعا تحت قياده فيتوريا. وهيبقى الموضوع برضو خلي بالك مؤقت، يعني مش مؤقت، يعني القائمه اللي هي بتحضر هذا المعسكر تاني هنقول لحضراتكم هي قائمه مؤقته، لان هي ما بتضمش اي محترفين، وفي نفس الوقت لسه الزمالك او لعيبه الزمالك وفيوتشر مش متواجدين ضمن هذه القائمه لانشغالهم بالمشاركه القاريه زي ما حضراتكم اكيد عارفين. فهي دي القائمه الاوليه للمنتخب الوطني واللي بيضم الأسماء أكيد اللي حضراتكم برضو هتشوفوها. كل التوفيق إن شاء الله، ومنتظرين برضو يا كريم يعني الكتير أو العديد من منتخب مصر. ده موضوع بقى لما نيجي عنده، دلوقتي احنا لسه بنسخن وغيره. لا برضو المنتخب أكيد يعني بعيدا بقى عن الانتماءات للنوادي يعني المختلفة، لا احنا بنتكلم على منتخب بلدنا والمنتخب اللي طول عمرنا شايفين فيه حد أدنى مرتفع من الجودة في الأداء ومن القدرة على الإنجازات. وبرضه كان في مرحلة تعثر وكبوة كده ما كانتش لطيفة. معلش بقى في المنتخب، لا مراحل ما خلينا بقى صراحة. على إيه؟ مرحلة واحدة للمنتخب فيها تعثر؟ لا الفترة الأخيرة. لا احنا ما كناش احنا معلش احنا مش ده أصلا اللي احنا منتظرينه من منتخب مصر، معلش أنا بحب الصراحة. ده مش هو ده اللي بقول ده مش ما هو ده مش اللي احنا منتظرينه، يعني هي التعثر كان فوريفر تقريبا. احنا عايزين حد، وقلنا الكلام ده قبل ما فيتوريا يجي، ولما جه فيتوريا بالفكر ده قلنا كويس إن ده اللي احنا عايزينه، تطوير للكرة، تطوير للكرة المصرية، لأن اللي بيحصل ده لا طبعا لا يليق أبدا لا بمصر ولا بالجماهير المصرية. أنت ما حصلتش على حاجة تقريبا، بس يعني لو أنت رجعت كده تاني في تاريخ منتخب مصر صعدت مرة واحدة يعني مؤخرا، يعني على كل حال ما هو ده اللي بنقوله، ان فعلا في الفترة الأخيرة الوضع كان غير مرضي بالمرة ولا يتماشى مع قيمة كرة القدم المصرية، وكمان لا يتماشى مع قدرات وإمكانيات اللعيبة. احنا بنتكلم على منتخب قوامه جاي من المفروض اللعيبة الأبرز في كل الفرق المختلفة، اللعيبة الأبرز دي المفروض ينتج عنهم أداء مرضي، المفروض تكون اللعيبة دي تحت قيادة
حكيمة بالمعنى الحرفي. عموما تعالوا نقلب الصفحة زي ما بنعمل كده في النادي الأهلي فيما يتعلق بالمنتخب، وإن شاء الله برضو يعني نستبشر خير ونتفائل من فيتوريا إن شاء الله، وبإذن الله برضو نجد ما يسرنا يعني منه الفترة اللي جاية. تعالوا بقى نروح لملف مختلف تماما. امبارح أصدر مسؤول اتحاد الجودو والسومو والأيكيدو المصري برئاسة مرزوق علي بيان بشأن ما تردد حول تجنيس عدد من لاعبي السومو المصريين وتحولهم للعب تحت راية المنتخب الأمريكي. خلونا نقرا لحضراتكم البيان يعني زي ما اتقال بالظبط عشان تبقى الصورة واضحة، عشان في كام نقطة كمان مهمين جدا. أول حاجة أصلاً إن المنتخب المصري لا يرتبط بأي مشاركات رسمية في لعبة السومو خلال ما تبقى من العام الجاري، وكانت نهاية المشاركات في دورة الألعاب العالمية في أمريكا يوليو الماضي، وإن عدد كبير من لاعبي السومو انتقلوا للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 8 سنوات ويمكن أكثر من كده لأسباب تتعلق بالعمل، ولا صحة لما يتردد حول التخلي عن اللعب باسم منتخب مصر. قال كمان البيان ان بعض لعيبه السومو المصريين شاركوا مؤخرا في بطوله امريكا المفتوحه، وهي بالمناسبه بطوله بيشارك فيها اللاعب على نفقته الخاصه على حسابه الشخصي دون شرط الحصول على موافقه الاتحاد اللي هو تابع ليه، وبالتالي هي بطبيعه الحال غير مدرجه في نشاط الاتحاد الدولي. يعني اللعيبه شاركوا بصفتهم الشخصيه وعلى مسؤوليتهم وعلى نفقتهم، ولا صحه بالمره لما تردد حول اللعب باسم المنتخب الامريكي من الاساس. كمان قال البيان انه ما برضو يعني لا صحه لما تردد حول تجنيس لاعبي السومو المصريين لصالح منتخبات دول اخرى، وجميع اللعيبه على قوه المنتخب المصري وجاهزين كلهم بالفعل للمشاركه في اي وقت. وطبعا احنا بننقل لحضراتكم تفاصيل هذا البيان لان الحقيقه برضو اللغط كالعاده بيحصل في امور كتير، متعودين ان الكم الاكبر من الجدل واللغط بيكون في كره القدم، لكن اهو زي ما حضراتكم شايفين الامر ما يخلاش. يعني كان لازم نوضح الصوره لان الحقيقه الكلام اللي اتقال على السوشيال ميديا في الفتره الاخيره اغلبه فعلا كلام عاري تماما من الصحه، والصح بنعرفكم بيه اول باول. هو أنا بيستوقفني نقطة تانية غير النقطة بتاعت التوضيح، بصراحة بيستوقفني إن أنت بتتكلم هنا بطولة أمريكا المفتوحة ولاعبي السومو راحوا على نفقاتهم الشخصية، هي دي النقطة. يعني أنا مشكلتي هنا، مشكلتي إن دول لعيبة بيلعبوا باسم مصر، خلاص إحنا وضحنا إن ما فيش حد بيلعب باسم أمريكا وبيلعبوا باسم مصر، بس هو سافر على نفقاته الشخصية. وفي نفس الوقت إحنا كان معانا كتير من ضيوفنا في السومو، أبطال في السومو، كانوا بيتكلموا عن هذه البطولة بالمناسبة، وكانوا بيتكلموا عن فكرة إن هو شوية ما فيش دعم مادي. القصة كلها إن في ناس كتير أبطال بيمثلوا مصر في محافل دولية مختلفة وبيروحوا على نفقاتهم الشخصية، هي دي النقطة. فدي مشكلة على فكرة، دي مشكلة. أنت فاكر يا كريم لا كانوا معانا، ومش بس السومو، البلياردو، ناس كتيرة، ناس كتيرة من أبطال كتيرة، ويقول لك الوزارة بتقدم اللي تقدر عليه، الاتحاد بيقدم اللي يقدر عليه، بس في أوقات كتير بطولات ما بنبقاش قادرين إن يبقى في دعم لينا موجود، فبنضطر يا لو إحنا معانا إمكانيات نسافر، ولو معناش إمكانيات ما بنسافرش. ده وضع لازم يتغير على فكرة، ولازم يلاقوا لهم حل في المعضلة الأزلية بتاعت الرعاة وعدم اهتمامهم برياضات معينة أو برياضات تانية كتير غير كرة القدم. ده وضع لازم يتغير. أنا بتفق معاك، أبطال عالم في رياضات كتير. أنت رايح ترفع اسم مصر يعني، وبتجيب بطولات. بالمناسبة السومو كمان بيجيب بطولات، والبلياردو كان بيجيب بطولات ومراكز أولى وذهبيات، فمش قصة أن أنا بدعم حد مش واثق هيجيب لي فوز ولا لا هو بيجيبه. فلا يعني كرياضي مش حلوة حتى أنه هو يسافر على نفقته الشخصية، مش حلوة كنفسيا أو معنويا، مش حلوة أصلا. على كل حال خلينا نروح فاصل ونرجع مع حضراتكم، لسه عندنا طبعا أخبار النادي الأهلي والصحافة وغيره وغيره من الأخبار التامة. حضراتكم فاصل سريع ونرجع نكمل. يا اهلا بيكم مره ثانيه. تعالوا يا حضرات نروح على النادي الاهلي فرع الجزيره، حيث تتواجد الزميله العزيزه منى المنيسي عشان تقول لنا ايه اخر الاخبار واخر المستجدات اللي بتحصل في النادي الاهلي وفرقه المختلفه. وكمان هي اي نعم موجوده في فرع الجزيره، لكن برضو هتقول لنا على المستجدات في الفروع المختلفه. منى صباح الفل عليكي، اهلا بيكي، اتفضلي. صباح الفل عليك يا كريم، صباح الخير عليك يا نهاوندو، على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما قلت يا كريم موجوده في المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره علشان ننقل لكم اخر واهم اخبار النادي الاهلي وكل فرقه الرياضيه المختلفه. خلونا نبتدي بالفريق الاول لكره القدم بقياده المدير الفني الجديد طبعا مستر مارسيل كولر، واللي امبارح
كان تدريب امس كان عباره عن عمليه يعني القياسات البدنيه لجميع لاعبي الفريق، لكن النهارده التدريب هيكون بشكل طبيعي. تدريب الفريق هيكون الساعه 4 والتجمع هيكون الساعه 3 ان شاء الله على ملعب مختار التيتش. وبيغيب عن تدريب النهارده السداسي المنضم للمنتخب او معسكر منتخبنا الوطني محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، ايمن اشرف، كريم فؤاد، حمدي فتحي، بالاضافه الى شادي حسين المهاجم الجديد، مهاجم النادي الاهلي الجديد القادم من سيراميكا كليوباترا، واللي كان اعلن عليه رسميا النادي الاهلي امبارح عن ان هو موجود ان شاء الله في القلعه الحمراء لمده 5 مواسم جايه ان شاء الله. بنتمنى له كل التوفيق ولكل عناصر الفريق اكيد. استكمالا لباقي اخبارنا، والفريق الاول رجال كره اليد اللي خسر امس للاسف نهائي السوبر المصري امام نادي الزمالك. السوبر المصري بيتلعب بطريقه انه لازم اي فريق يكسب مباراتين من اصل 3 مباريات. كان النادي الاهلي فاز بشكل يعني مشرف جدا في المباراه الاولى امام نادي سبورتنج، كان بس يعني كان محتاج ان هو يكسب المباراه الثانيه علشان يحسم البطوله لصالحه، لكن امس يعني تاخر رجال كره اليد للنادي الاهلي في اول شوط ليهم وخلص بنتيجه 13-11. الشوط الثاني كمان يعني اتاخر النادي الاهلي ان هو يقدر يعمل كامباك او يقدر يفوز او يسيطر على المباراه، وانتهت لصالح نادي الزمالك بنتيجه 27-23. لكن دي كانت اول بطولة في الموسم، بدري يعني بدري يمكن شوية كتير عن العادي، وإن شاء الله كل بطولات الموسم ده إن شاء الله يقدر النادي الأهلي يعني يعمل كامباك، يقدر يفوق أكتر، أو يقدر إن هو إن شاء الله يحسم كل بطولات باقي الموسم إن شاء الله لصالحه. اما سيدات كره اليد مستمرين النهارده في تدريباتهم على صاله الامير عبد الله الفيصل استعدادا للمباراه اللي جايه، هي هتكون ثالث جولات بطوله الدوري لهذا الموسم، وهتكون يوم السبت اللي جاي ان شاء الله مع نادي المعادي على صاله نادي المعادي. اخر مباراه لسيدات كره اليد كانت مع نادي الزمالك، ودي كانت المباراه الثانيه لهذا الموسم، اول مباراه خسرت فيها سيدات كره اليد، لكن ثاني ماتش كان مع نادي الزمالك وقدروا يكسبوا بفارق بوينت كبير، وكان صراحه اداء مشرف وروح كانت عاليه جدا جدا شفناها من لاعبات النادي الاهلي، وقدروا ان هم في الاخر يحسموا النتيجه او يحسموا المباراه لصالحهم بنتيجه 34-22. المباراه كانت على صاله الامير عبد الله الفيصل هنا، وشهدت تالق كبير من فتيات النادي الاهلي امام فتيات نادي الزمالك ان شاء الله. يعني هم حتى بعد المباراه قالوا ان ده كان حافز كبير جدا وكان بوش كده في اول السيزون ان شاء الله ان هم يقدروا لباقي مبارياتهم والدوري ان شاء الله يبقى في الجزيره. أما سيدات كرة السلة مستمرين حتى الآن في معسكرهم في مدينة اسكندرية طبعا تحت قيادة كابتن طارق خيري لحد يوم الجمعة اللي جاية استعدادا للموسم الجديد. وخلال هذا المعسكر يعني بيكون في كذا مباراة ودية، يعني أولهم كانت مباراة ودية أمس أمام نادي الاتحاد، ولسه هيكون في كمان مباراة ودية كمان مع نادي الاتحاد، والثالثة هتكون مع نادي سموحة، علشان يقدر فتيات النادي الأهلي ولاعبات النادي الأهلي إن هم يستعدوا بشكل قوي، خصوصا إن هم معاهم عدد من ناشئين او ناشئات النادي الاهلي لسه لاعبات صغيرين متصاعدين من فريق 16 من فريق 18، فعلشان يقدر يكون في التحام قوي ويعني وان هم يقدروا يبقوا متساجمين مع بعض ان شاء الله. يعني في خلال هذه الوديات يقدر كابتن طارق خيري يحدد مين هيكون مكمل معاه في هذا الموسم للماتشات طبعا المهمه اللي جايه. المعسكر ده استعدادا للموسم الجديد اللي هيبتدي ان شاء الله ببطوله منطقه القاهره اللي هتبتدي يوم الأربعاء إن شاء الله القادم 21 سبتمبر، وهتكون مع نادي مدينة نصر على صالة النادي الأهلي الساعة 6 مساء. أما رجال كرة السلة أيضا مستمرين النهاردة في استعداداتهم علشان بقى مباراة أو تاني مباراة في هذا الموسم ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة، هتكون يوم الخميس بعد غد إن شاء الله مع فريق نادي السكة الحديدة على صالة النادي الأهلي هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. وأول مباراة كانت افتتاحها يعني أول مباراة لافتتاح هذا الموسم سلة النادي الأهلي كانت مع فريق الكهرباء، وأنهاها رجال كرة السلة بنتيجة 83-19، كانت يوم السبت الماضي، وشهدت كمان تألق كبير ومشاركة عدد كبير من شباب النادي الأهلي الصغير اللي قدر يشارك ويكون زيه زي الكبير في الملعب. نتمنى لهم كل التوفيق، وأتمنى التوفيق لكل فرق النادي الأهلي الموسم ده إن شاء الله. دي كانت كل أخبارنا من داخل المقر الرئيسي للنادي الأهلي، وأنا معاكي يا كريم ومعاكي طبعا يا نهاوند، لو في أي أسئلة اتفضل. جميل كالعادة، تغطية كافية ووافية، بنشكرك عليها جزيل الشكر زميلتنا العزيزة منى المنيسي، وإن شاء الله نلتقي على خير في حلقة جاية بإذن الله. شكرا لك. مالك يا كريم؟ هو مش قال لك طول معاه لغاية بتاع، لازم نقول يعني لازم. طب أنا بعمل بشكل احترافي وبقول الحكاية.
طيب على كل حال النهاردة القراءة في الأخبار هتبقى مختلفة شوية عشان هيكون معنا الأستاذ عبد القادر عبر السكايب طبعا الناقد الرياضي بموقع يلا كورة، ومعنا لسه أخبار كتيرة محتاجين برضو نناقشها بشكل أكثر تفصيلا ومن فكرة هنا المنتخب وغيره. طيب تحب أن ننتقل للخبر اللي بعد كده لأن حسب معلوماتي أن هو لسه مش جاهز. أوكي. إحنا ممكن نروح للخبر. أني خبر فيهم بقى؟ تعالى بقى نروح للخبر اللي جاي هو بتاع جيل البريمير ليج. هقول لك بالظبط فكره حضراتكم طبعا عارفين ان نتيجه طبعا وفاه الملكه اليزابيث الثانيه فالدنيا تقريبا شبه عطلانه في المملكه المتحده بالزبط. لان هي طبعا بنتكلم على ايقونه تاريخيه الحقيقه مش حدث عادي ده حدث جلل بشكل كبير جدا بالنسبه لهم نتج عنه شويه تغييرات اعلنت عنها رابطه الانديه الانجليزيه ومنها طبعا خبر متعلق بتاجيل قمه مباريات الجوله الثامنه بين من الدوري الانجليزي بين تشيلسي وليفربول اللي كان من المقرر اقامتها يوم الاحد الجاي ان شاء الله يوم الاحد المقبل. التاجيل طبعا بسبب الظروف الحاليه المحيطه بجنازه الملكه اليزابيث الثانيه وطبعا ده توقف مؤقت للموسم دليل طبعا على الاحترام بعد وفاه جلاله الملكه. والبيان قال انه ستقام سبعه من مباريات الدوري الانجليزي العشره في نهايه هذا الاسبوع مع تاجيل ثلاث مباريات. طبعا المباريات المؤجله هتكون يوم الاحد 18 سبتمبر اهمها هي مباراه تشيلسي ضد ليفربول وكمان مباراه مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد واخيرا برايتون ضد كريستال بالاس. برضو كان في دي احداد في مباراه ليفربول واياكس طبعا زي ما كريم قال الدنيا هناك وده طبيعي يعني دي بتبقى اجراءات طبيعيه جدا بعد وفاه ملكه انجلترا فطبيعي بيكون في لوك داون او طبيعي بتكون الحياه مش زي يعني سير الحياه مش زي الاول. لسه بالمناسبه برضو تقديم العزاء والحاجات اللي زي كده لسه سريانها لسه الفتره اللي جايه او هيكون على خلال الايام اللي جايه ولكن على كل حال طبعا شيء متوقع ان يكون في دي احداد ويعني برضو المباراة بنتكلم هنا أو التحدي بين ليفربول وآيكس خلينا نتكلم في التفاصيل بتاعة الماتش ده تحديدا لأن في طموح هنا وطموح كبير ولكن لو جيت قارنت يعني مواجهات ليفربول بآيكس هتلاقي أن الكفة شوية رايحة لليفربول لأن آيكس ما كسبش أي مباراة يمكن أو خمس مباريات كان مهزوم فيها في أربعة وواحد تعادل فيه يعني أمام النوادي في أوروبا وتحديدا إنجلترا. فخلينا على كل حال نبدأ بس بخبر خبر ونبدا مع الاستاذ عبد القادر سعيد الناقد الرياضي بموقع يلا كوره اللي انضم لينا دلوقتي. يا استاذ عبد القادر صباح الفل. صباح الفل عليك صباح الفل على كل المشاهدين الكرام وعلى كل الجمهور طبعا. هو انا الصوت مش واضح بالنسبه لي قوي. صباح الفل عليك صباح الفل على كل الجمهور النادي الاهلي. صباح الخير يا استاذ عبد القادر. كده الصوت احسن شويه. طبعا برحب بحضرتك اول مره معانا في 10 الصبح في الاهلي قراءه يعني للصحافه. خلينا بقى نبدا بالمانشات الاول نمشي واحد واحد كده لغايه لما نوصل لموضوع ليفربول وآيكس لان في برضو كلام كتير بيخصه لكن خلينا نبدا بالتفاصيل الكامله واول خبر لمؤتمر طبعا مارسيل كولر المدير الفني الجديد للاهلي وناس كتير جدا اتكلمت وكتبت بعد كده وطلعت في برامج مختلفة وقيمت هذا اللقاء وتكلمت عن هل هم مستبشرين خير ولا لا من كولر وهذا الرجل الذي يحمل من السي في ربما يكون الأفضل في الاختيارات الأخيرة أو من بين الاختيارات اللي كانت مؤخرا يعني. فرأي حضرتك إيه برضو في هذا الأمر وتاني حاجة برضو إزاي بتشوف التعامل أو استقبال الجماهير لكولر وعلى الصعيد الآخر هل هذا الرجل فعلا جاي زي ما كان بيتكلم إن هو على دراية بجماهير النادي الأهلي وبالنادي الأهلي وبتاريخ النادي الاهلي وبطموحات النادي الاهلي. اتفضل يا فندم. هو طبعا مارسيل كولر كان اختيار طبعا موفق من اداره كابتن محمود خليل حتى الان لان احنا لسه ما شفناهوش على المستوى الفني ولكن زي ما احنا شفنا زي ما انت كنت بتقولي من شويه في المقدمه ان هو باين انه شخص لطيف شخص ودود بيعرف يتعامل كويس مع الاعلام بيعرف يتعامل كويس مع الجمهور بيعرف يكسب الجمهور في صفه بشكل كويس جدا عكس مثلا المدرب السابق الاسبق جيريمي فايلر نفس الجنسيه مدرب سويسري ولكن يعني كان تواصلهم على الاعلام فيه جاف شويه تواصلهم على الجماهير كذلك يعني لدرجه ان هو في احد المؤتمرات الصحفيه قال الكره اللي انتوا عايزينها في البلاي ستيشن مش في الكره الحقيقيه. نفس التصريح قاله بس بشكل مختلف خالص مارسيل كولر لما قال ان المهم ان احنا نكسب الاداء ده حاجه كويسه جدا ولكن اهم حاجه عندي هو المكسب وتحقيق البطولات لان كتير جدا من الجمهور او كتير جدا كمان من الاعلاميين لما مدرب بيكسب زي مثلا موسيماني لما كسب نادي الزمالك 5 الجمهور
تسيبش 6 و7 و8 لان كان الظروف فعلا سانحه وقتها ان الاهلي يعمل سكور، ولكن هو الراجل في النهايه عمل برضه نتيجه كبيره جدا لما كان بيكسب بطوله افريقيا برضه الناس كانت بتقول طب الاداء في بعض المباريات قليل، لكن مارسيل كولر جاء من الاخر وقفل الباب ده خالص. يعني اهم حاجه عندي المكسب، يعني طول ما انا بكسب محدش يكلمني بحاجه. وعلى فكره يعني ده دلوقتي في اي حته في العالم محدش بيتكلم قوي عن الاداء، يعني في انديه كبيره بتلعب كوره حلوه مثلا ابرزهم يمكن مانشستر سيتي دلوقتي، ولكن اهم حاجه دايما الاداء. لو جوارديولا كسب 1-0 وعمل اداء سيء جدا، ودي حصلت كتير السنه اللي فاتت اللي كسب فيها الدوري الانجليزي منهم مثلا مباراه امام ايفرتون كسب 1-0 والفريق كان متبهدل حرفيا وما كسبش ده بالجزاء، الراجل طلع قال ان دي واحده من اهم المباريات، فهي دي الكوره وده اللي بيحاول يرسيه مارسيل كولر، ودي كانت علامه مهمه جدا، واعتقد دي برده تشيل من عليه الضغوط كتير جدا لانه ما عملش زي مدربين اخرين مثلا اول ما تولوا المهمه سواء في النادي الاهلي او في اي نادي او في اي منتخب اول حاجه بيقولوها ان احنا جايين نطور الكره المصريه او في البلد كده جايين نعلمكم كوره، جايين نقول ازاي البلد دي تلعب كوره احسن او ازاي النادي يلعب كوره احسن. الراجل ده ما قالش كده خالص، الراجل ده قال الطبيعي في النادي الاهلي ان هو بيكسب بطولات، الاداء بعد كده الاداء طبعا مطلوب جدا والاداء مهم ولكن مش اهم حاجه، اهم حاجه دايما هو الفوز بالبطوله. بس عندي نقطه استاذ عبد العزيز عبد القادر عفوا، لان برضو جماهير النادي الاهلي اكيد في الفتره وتحديدا الموسم اللي جاي هيبقى فارق معاها البطولات وهيبقى فارق معاها الاجوال والسكور، ولكن لان طبعا عايزين نعوض اللي فات، ولكن برضو احنا من الجماهير اللي بتبقى طماعه، احنا عايزين عايزين نفوز بس مش عايزين نشوف فريقنا نازل يلعب لعب مش حلو مثلا، لان بالدليل ان احنا اوقات كتيره كنا بنخرج من الماتش مثلا مش فايزين، لكن لما بنلاقي اللعيبه بتاعتنا عامله اللي عليها ما كانش في حد بيزعل من الجماهير، فده شويه ربما مش هيسعد كل جماهير النادي الاهلي. رد حضرتك على ده ايه؟ هي الحياه مراحل، يعني هو الراجل لسه جاي في اول موسم ليه، اكيد مش هيقدر يطبق اللي هو عايزه، اكيد مش هيقدر يطبق كل الفلسفه بتاعته او الافكار بتاعته. يمكن الناس اللي انا ضربته من شويه جوارديولا اول ما راح مانشستر سيتي اول موسم كان بيخسر 4-0 من ايفرتون، يخسر 4 من ليستر سيتي، وطلع مركز ثالث في الدوري الانجليزي او رابع، ففي النهايه بعد كده خلاص العالم كله دلوقتي بيضرب المثل دي. فهو الراجل لازم ياخد وقته، اول موسم اكيد لازم الجمهور ما يطلب، او اول فتره في الموسم كمان لازم الجمهور ما يبقاش مستني النادي الاهلي يلعب الكوره بتاعت برشلونه زمان او بتاعت سيتي دلوقتي او بتاعت البرازيل قبل كده، لا النادي الاهلي هيبتدي واحده واحده، النادي الاهلي عنده كواليتي من وجهه نظري هم احسن او احسن كواليتي فعلا في مصر وفي افريقيا، لان النادي الاهلي هو بطل افريقيا مرتين اخر ثلاث سنين، فالنادي الاهلي بالفعل عنده كواليتي كويس جدا، والصفقات اللي تم الاعلان عنها زي صفقه شادي حسين امبارح والصفقات اللي جمهور الاهلي ما زال منتظر الاعلان عنها في الفتره اللي جايه دي كمان هتعزز سكواد او قايمه النادي الاهلي في الموسم اللي جاي. فهو راجل هيبقى عنده اوراق كتير على المستوى الهجومي على المستوى الدفاعي على مستوى وسط الملعب حراسه المرمى، عنده فريق شبه متكامل او فريق يمكن متكامل مع بدايه الموسم الجديد، ولكن لسه لما يلعب مباريات اكيد طبعا لسه دي احنا لسه حتى البدايه ما خدناهاش. يعني خلينا نروح مع حضرتك بعد كده والحديث في المنشات الثاني عن تدريب خفيف مفروض نتكلم للاعبي الفراعنه في اول ايام المعسكر، وكنا برضو معانا خبر انا وكريم في الانترو عن موضوع المنتخب وفكره هنا القائمه طبعا المؤقته الموضوع، وكنا بنتناقش عن مستوى يعني منتخب مصر وفكره هنا الحديث ان برضو منتخب مصر مش هقول برضو فتره ما كان مش كويس، لان هو في العموم ما هواش الافضل ابدا، يعني احنا عندنا مشاكل كتيره جدا مع المنتخب لان احنا مفيش طموح ابدا متحقق مع المنتخب وطموح المشاهد المصري او المشجع المصري. انت تاهلت لكاس العالم مثلا ثلاث مرات ثلاثينات وتسعينات واخرها 2018 في روسيا، ف مش هو ده اللي احنا منتظرينه، فاحنا عندنا ازمه كبيره مع منتخب مصر، مع ان انت عندك نوادي وعندك في النوادي اللي انت بتختار منها المنتخب محترفين عظماء جدا ولعيبه حلوه جدا في النوادي بتاعتها، بس على المستوى الدولي او لما بنيجي نلعب دوليا ما اعرفش في ايه. خليني اعرف منك برضو استاذ عبد القادر اتفضل. يعني هو طبعا الفتره اللي فاتت منتخب مصر طبعا ما كانش احسن احواله خالص، يعني حتى بدايه من بعد 2010 مش عايز اقول اخر كام سنه، ثلاث سنين ورا بعض ما وصلش كاس امم، بعد كده تحصل كارثه ال 6-1 من غانا خسرت 2014، نروح نوصل كاس عالم 2018 فانت حصلت المجموعه فالناس بتنتقد فيكتور كوبر، ويمكن دي الحته برضو اللي حضرتك اتكلمت عنها من شويه، الناس كانت بتنتقد كوبر رغم انه بيكسب ووصلنا كاس عالم لكنه ما كانش بيلعب كوره كويسه، وده بعد فتره من الوقت خلاص الناس قفلت منه، يعني فالناس رفضته، لكن
كارلوس كيروش شفناه في كاس الامم بيعمل تقريبا شبه اداء هيكتور كوبر، يمكن احسن شويه ولكن ما فرقش كتير قوي يعني، وفي النهايه برده ما قدمش حاجه بالظبط. وصلنا في ضربات الجزاء وسجلنا هدف او ثلاث اهداف كتير على ما وصلنا النهائي، وفي النهايه طبعا الرفعات هي فيها جزء من الحظ، ولكن برده لعيبه منتخب مصر اكيد اثروا في رحلات الترجيح سواء كانت في النهائي كاس الامم او في تصفيات كاس العالم المرحله النهائيه امام السنغال. يعني منتخب مصر روي فيكتوريا عنده طبعا مهمه صعبه جدا، هيلعب ماتشين جديد الشهر الحالي ايران النيجر وليبيريا، طبعا ماتشات سهله فرق قليله فنيا على مستوى الكوره مع الاحترام طبعا للبلدين، ولكن على مستوى الكوره فرق قليله شويه. هو مختار الحد الصعب زي بالظبط كده لما حد يجي يبدا مبتدئ يبتدي باسهل حاجه وبعد كده يبتدي يتطور، فهو عايز منتخبات سهله يقدر يطبق عليها او يقدر يتعرف الاول على اللاعبين اللي ضموه طبعا من القائمه الاولانيه، لان في لاعبين لسه هينضموا المفروض للمعسكر، ويمكن دي برضو ازمه على وشك انها تنفجر في الساعات اللي جايه، لان لازم يكمل القائمه والانديه اللي لسه بتلعب في بطولات افريقيا متمسكه بلاعبيها، فقد نرى ان القائمه الاولانيه هي اللي بتلعب ماتشين النايجر طبعا ونيجيريا، وطبعا هينضم ليهم المحترفين. بعد كده طبعا هيبقى في توقف ثاني في نوفمبر، ده هيبقى بتاع كاس العالم، يعني لو قدرنا نلعب فيه ماتش او ماتشين تانيين ده هيبقى اعظم حاجه ممكن نعملها. بعد كده خلاص طبعا هنقعد نتفرج على كاس العالم، لان ده نتيجه فتره كارلوس كيروش طبعا وسوء الحظ اللي حصل في رحلات الترجيح، وكذلك طبعا سوء الاداء وسوء الاعداد الفني لمباراتي السنغال. بالظبط. طيب على كل حال خليني اروح مع حضرتك، لان موضوع المنتخب ده عايز له يعني ساعات للحديث عنه، وحضرتك ممكن تنورنا طبعا هنا، لان تاني هنرجع نقول هي مهمه صعبه جدا، لكن برضو هل سينجح يعني فيتوريا في فكره هنا ان هو يجعل من منتخب مصر منافس حقيقي ولا لا؟ لان لحد دلوقتي تاني احنا هنقول احنا لا نشعر بمنتخب مصر، يعني اصبح منتخب مصر او ماتشات منتخب مصر فعلا لو حضرتك جينا اتكلمنا بصراحه، وانا بحب الصراحه، ما حدش كان تابعها قوي زي مباريات النوادي هنا او المباريات اللي يعني اللي هي الاهلي زمالك واتيفر الدوري غيره، ما بنتابعهاش يعني. لو حضرتك تتفق معايا، لان الناس محبطه الى حد ما، قال لك ما كده كده يعني هنوصل لفين. على كل حال خليني اروح مع حضرتك للخبر اللي بعد كده، وهو خاص بدوري الابطال، والمانشيت بيتكلم ان برشلونه تغير التاريخ امام البايرن، وكبرياء ليفربول بيصطدم بطموح اياكس. وده اللي انا قلته برضو من شويه، فكره هنا ان اياكس يعني ما فاز في اخر خمس مباريات امام اي نادي اوروبي، راح نتكلم كمان تحديدا عن النوادي الانجليزيه مؤخرا، ويمكن ليفربول هو اللي ليه شويه الكفه الراجحه، فخلينا نعرف من حضرتك برضو. طبعا هو خلينا نبدا من ماتش اياكس وليفربول. ليفربول طبعا تعرض لكارثه في الجوله الاولى، ان هو يخسر اربعه من فريق نابولي، ويبتدي ان هو يبقى عنده شك اصلا ان هو يتاهل لدور 16 في دوري ابطال اوروبا. ده طبعا تزامنا مع الاداء السيء جدا اللي بيواجهه او اللي بيعيشه او اللي بيأديه ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز، ان هو خسر امام مانشستر يونايتد، تعثر في اكثر من مباراه، بيتعادل على ارضه عادي في انفيلد زي ما شفنا في الموسم اللي فات او اللي قبل اللي فات لما كان خسر خمس ماتشات ورا بعض متتاليه على انفيلد. النهارده في بدايه الموسم ما حدش يقدر يقول ان ليفربول مرشح للفوز بدوري ابطال اوروبا، او ان ليفربول مرشح حتى للمنافسه على الدوري الانجليزي الممتاز. طبعا حاله سيئه جدا بيعيشها فريق ليفربول، جمهور ليفربول يتمنى ان النهارده يكون بدايه العوده للحياه، ويمكن فتره توقف الدوري الانجليزي طبعا بسبب موت ملكه بريطانيا اليزابيث ده يكون يعني شيء جيد لليفربول، ان هو يبتدي يلملم اوراقه ويبتدي ان هو يلتقط الانفاس، ويبتدي ان هو بعيدا عن ضغط المباريات لان كان عنده كمان ماتش مهم مع تشيلسي، فبعيدا عن الضغط ده يبتدي النهارده يعني عنده فتره كويسه قبل مباراه اياكس. اكيد لازم يورجن كلوب كان عامل اللي عليه، واللاعبين برضه اللي مش مستمعين او اللاعبين اللي مش فايقين او زي ما بنقول في الكوره كده مش شايفين قدامهم، اغلب لاعبي ليفربول كده يعني. ناس كتير بتنتقد محمد صلاح هو اكثر لاعب صنع فرص في الدوري الانجليزي حتى الان بدايه الموسم. محمد صلاح السنه دي ما سجلش ست مباريات في الدوري الانجليزي، ولكن يعني بيصنع فرص كتير جدا، بيلعب بدور شبه صانع العاب، ولكن ان الجناح يا اما بيبقى جناح بيخش في القلب وبيسجل اهداف، يا اما جناح بيكتفي بصناعه اللعب. محمد صلاح الموسم الحالي هو صناعه اللعب، وده بتبين الارقام وبتبينه حتى مشاهده مباريات ليفربول. فنتمنى ان كمان محمد صلاح يرجع النهارده لمستواه التهديفي
لاي تعثر النهارده سواء خساره او تعادل هنحط ليفربول في ورطه كبيره جدا جدا. لاعب نابولي ثاني متفوق عليه بربعيه وهيروح هولندا لاعب اياكس على اعتبار طبعا فيكتوريا بلجيكا فريق سهل ممكن اي حد فيهم. على كل حال شكرا جزيلا لهذه القراءة أستاذ عبد القادر، أشكرك جدا وإن شاء الله زي ما كنت بقول لحضرتك تنورنا مرة هنا عشان نقرأ بقى يعني استفادة أكتر الأخبار المختلفة. طيب نروح فاصل، نروح فاصل مع حضراتكم ونرجع عشان نستقبل ضيوفنا، خليكم معنا. يا اهلا بكل حضراتكم في اول فقره حواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما كنا بننوه في المقدمه في حلقتنا النهارده هنتكلم في الفقره دي عن الاتحاد المصري للالعاب الالكترونيه. هذا الاتحاد الوليد نسبيا لان تم تاسيسه سنه 2020، وبالمناسبه هو بيضم 6 العاب اكيد حابين ناخد فكره عنهم وعن كل التفاصيل المتعلقه بهذا الاتحاد. ده اللي هنعرفه من الاستاذ احمد البكري رئيس الاتحاد المصري للالعاب الالكترونيه. خيشت معايا الالكترونيه اخر عارفين لزقوا في الجمله ما عرفتش افصله. منور الدنيا يا فندم، سعيد بوجودي معاكم وصباح الفل، وصباح الفل على جميع المشاهدين، وانا سعيد بتواجدي في قناه النادي الاهلي. وش الخير على الاتحاد يعني. الحمد لله دي دايما والله ضيوفنا بيقولوها يعني بيجوا معانا عندهم بطوله عندهم لسه حاجات يعني واقفه فالحمد لله بتمشي فدي حاجه تسعدنا. نورتنا قبل كده كانت تقريبا من بالزبط. سنه بالظبط، واتكلمنا عن ان لسه الاتحاد مؤسس يعني مؤخرا وحديثا وكان تحديدا في 2020 وبيضم المفروض 6 العاب. خلينا سريعا نسمع من حضرتك اكتر ونعرف من ساعتها لحد دلوقتي ايه اللي جد. هو الاتحاد بيضم هم 5 في 6 تم استبعاد في لعبه تم استبعاد لعبه اوريدي تم استبعادها. طب نعرف عنهم ونعرف ايه الالعاب دلوقتي. طاوله ودومنه والفوت فولي اللي هي زي ملعب الفولي بس بكره القدم، والكوف بول دي لعبه ما بين الباسكت واليد، واللعبه الاخيره دي الليدو دي لعبه الكترونيه. اوكي دي الالعاب اللي استبعدت. استبعدت التيك بول. ليه بقى؟ تم استبعادها لان في الاتحاد الدولي يعني لسه مش يعني ما عملش على النشاط بتاعها في مصر كتير. تمام، حبينا نركز في الخمس العاب دول. وبيقدم ايه بقى الاتحاد؟ ممكن حد يجي يقول لك وبصراحه يعني خلينا نكون برضو يعني يقول لك يعني العاب الترفيهيه احنا بنلعبها كده واحنا بنسلي وقتنا. تمام. اتحاد ايه وبتاع ايه وهنخش يعني بطولات ومين اللي هيشارك يعني اكتر حد فاضي هو اللي عنده وقت يلعب العاب ترفيهيه هو اللي هيشارك يعني خلينا نرد على ده. هي الالعاب الترفيهيه اصلا في بدايتها ان هي العاب اصلا في العاب ذهنيه بتساعد على التفكير، وفي العاب رياضيه زي الفوت فولي والكورف بول. الالعاب دي كلها ليها اتحادات دوليه، ليها بطولات عالم بتتعمل تقريبا كل سنه في دول كتير يعني الاتحاد فيهم في حوالي 55 دوله. احنا الغرض بتاعنا ان احنا نخلي الناس يمارسوا الالعاب اللي هي زي الطاوله والدومنه في اجواء صحيه يمارسوها، ان اي حد دلوقتي انت حقك ان انت تبقى بطل تمثل مصر. احنا في بطوله دومنه عملناها في الشهر اللي فات هنشارك بالابطال بتوعها هيشاركوا في بطوله العالم القادمه في الدومينيكان. في بطولة طاولة في كأس العالم هيبقى في شهر 8 الجاي إن شاء الله، برضه هنعمل له منتخب عن طريق كذا سلسلة بطولات يعني، اللي هي فرصة إن أنت أي حد بيمارس الألعاب دي إن أنت فرصة تبقى تخش المنتخب وتمثل مصر وتشارك في بطولات عالم. أوكي. لأي درجة إحنا عندنا أصل خلي بال حضرتك من حاجة، جزء كبير من موروثنا الاجتماعي فيما يتعلق بالترفيه، بند الترفيه بشكل عام. احنا عندنا لعيبه محترفه في رياضات كتير اعتقد ممكن يكونوا نواه لتشكيل منتخب متميز. الى اي درجه احنا يعني كمصريين عندنا خصوصيه في الالعاب الترفيهيه دي؟ هي بالنسبه للالعاب الترفيهيه هو بابا في يعني احنا طبعا مصر في الطاوله والدومنه احنا طبعا الشعب بيحبها جدا والناس بتمارسها بشكل كبير جدا في كل بيت. دي موجوده الطاوله والدومنه احنا حتى ما عملنا بطوله طاوله والدومنه يعني عملنا بطولتين في الطاوله والدومنه كذا بطوله شارك فيها يعني اسعدنا بصراحه ان البطوله شارك فيها سيدات شارك فيها رجال شارك فيها ذوي الهمم يعني كان في ميكس صعب ان انت تلاقيه في اي لعبه ثانيه. الناس كلها شاركت وكانت حابه عندها طموح. الفوت فولي برضه احنا عملنا منها كذا شكل، عملنا حاجه اسمها فوت فاميلي يعني ولي الام وابنه او بنته او وليه الام وابنها، فكان في برضه كان شكل اسري شويه. احنا دايما الالعاب بتاعتنا فيها شويه يعني زي من الاسم العاب ترفيهيه الناس تبقى مبسوطه وسعيده وهي بتمارسها. حلو ده. طيب احنا هنستاذن حضرتك هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل معاك بقيه التفاصيل. اتفضل. يا اهلا بكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع الاستاذ احمد البكري رئيس الاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه، واللي من ضمن الحاجات اللي عرفتها يعني قبل ما ندخل في حضراتكم الفقره دي ان بنستعد حاليا
لبطولة العالم في الدومينو. انا ما تخيلتش ان ممكن يجي علينا يوم ونتقال فيه جملة زي كده، بطولة العالم للدومينو، بطولة افريقيا للطاولة، المصطلحات دي جديدة علينا نسبيا، بس في بطولة فعلا وبيتم الاستعداد ليها حاليا. دي البطولة 16 في الدومينو، بطولة العالم 16 بتتعمل، هتتعمل في الدومينيكان، هيشارك فيها 42 دولة في شهر 10 الجاي ان شاء الله، ومنتخب مصر ان شاء الله مشارك في اول بطوله دوليه باذن الله. ده معنى كده ان احنا عندنا اتحادات في دول كتيره جدا للالعاب الترفيهيه موجوده بالزبط. يعني طب كم دوله عندها اتحاد زي ده؟ احنا الطاوله في حوالي حاجه و60 اتحاد دولي، الدومنه حاجه و42. لا للالعاب الترفيهيه، ما هو احنا الاتحاد الميزه ان احنا اتحاد يتبع كذا اتحاد دولي، يعني هو الطاوله ليها اتحاد دولي منفصل. معقوله؟ اه الدومنه ليها اتحاد دولي منفصل، والشطرنج، والشطرنج مش تبعنا، اتحاد تاني، الفوت بولي ليها اتحاد دولي، كان لسه بطوله اوروبا شغاله. هو في فصل بين الرياضات الذهنيه وبين او الالعاب الذهنيه والالعاب الترفيهيه؟ هم بابا عاملين لكل لعبه اتحاد، يعني الشطرنج ليه كيان، ليه كيان مستقل، اتحاد مستقل. الشطرنج اوكي، الطاوله ليها اتحاد منفصل بابا، الدومنه ليها اتحاد دولي منفصل، في دول عامله زينا زي العراق، يعني اتحاد العاب طبيه مجمع الالعاب دي في اتحاد واحد، وفي دول فصلها. فاحنا هنا في مصر معالي الوزير كان مجمع الاتحادات دي كلها في اتحاد واحد، اللي هم الاربع على الخمس العاب اللي اتكلمنا عليهم. طيب عايز اسالك حاجه، احنا 2020 اتعمل هذا الاتحاد، تمام، مين صاحب فكره اصلا في العالم اتحاد للالعاب الترفيهيه؟ هو المسمى صاحب الفكر بتاعه معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي، هو صاحب الاسم بتاعه ده في مصر، في مصر هنا. انا بتكلم اه في العالم بقى. بابا هم خدوا من، يعني الاول كان كل اتحاد، كل لعبه ليها اتحاد منفصل، احنا لما عملنا الاسم عجب ناس بابا، ففي دول عربيه ابتدت اوفيدي دلوقتي نلمها مع تبتدي دلوقتي تعمل لها اتحادات وتاخد نفس الاسم دي. أوكي. الفكر. طب مين اول حد عمل الدومينو مثلا؟ لا المعلومه دي مش عندي، يعني اول اتحاد دومينو اتعمل في، كان في امريكا الجنوبيه اللي انا اعرفه. اوكي، دي الدومنه مشهوره جدا في امريكا الجنوبيه. معقوله؟ انا دي اول مره اعرفها. يعني كل تقريبا امريكا الجنوبيه بتلعبها وامريكا الوسطى لحد المكسيك، امريكا برضو عندها اتحاد قوي جدا. طب احنا لما بنتكلم على اي اتحاد رياضي، من ضمن اليه العمل في الاتحاد وفكره ان يبقى فيه مثلا معسكرات، بيبقى فيه النوع ده من الامور في الرياضات الترفيهيه، ايه شكل ونوع المعسكرات اللي بتتعمل عشان مثلا رياضه او يعني لعبه الطاوله او الدومينو مثلا؟ الدومينو مثلا، تمام. احنا ايه شكل الاستعداد لاي بطوله مستقبليه؟ احنا بطوله العالم اللي جايه دي عشان لسه اول بطوله، احنا هنعمل زي معسكر للعيبه اللي مسافره لكاس العالم، هنديهم شويه عشان تعليمات الاتحاد الدولي مختلفه شويه عن مصر، احنا برضه لما جينا نلعبها كنا مسهلينها شويه للناس، هنديهم كل التعليمات وكل الولز بتاعت البطوله عشان يشتغلوا عليها. احنا الفتره الجايه ان شاء الله تعليمات من معالي وزير الشباب والرياضه، هنبتدي نعمل مراكز العاب ترفيهيه جوه مراكز الشباب والانديه. هنبتدي بمركز شباب الجزيره، التنميه الرياضيه في الجزيره، التنميه الشبابيه في الجزيره والتجمع الاول، هنعمل فيهم مركزين للالعاب الترفيهيه، وفي كل محافظه بعد كده نفضل شغالين ان احنا نعمل مركز للالعاب الترفيهيه في كل محافظه، على اساس ان اي حد ممكن يشارك ويخش يتعلم الالعاب دي، لان في قطاع جدا فعلا كبير جدا بيمارسها. طيب ممكن برضو عشان الناس هي بتتابعنا دلوقتي يقول لك طب ايه المغزى من ده؟ يعني هل لعيبه او الناس اللي بتشارك بتاخد عائد مادي، بتاخد اي بنفيت؟ لان خلي بالك في الاول وفي الاخر اكيد دول طالما على المستوى الترفيهي فالناس دي بتشتغل، منهم اللي بيتعلم منهم اللي بيدرس. يعني احنا في بطولات عندنا بنعملها بمقابل مادي، بس هو الغلط برضه من الرياضه في الاخر ان انت بتمارس في اجواء تبقى مبسوط فرحان، الناس برضه بتقابل بعضها، يعني الغرض الترفيه فعلا على حسب اي زي رياضه، ان انت بتمارس رياضه، ان انت ممكن تمثل منتخب مصر، تطلع تسافر بطولات، بس فيها سفر وفيها فلوس وفيها تكلفه طبعًا. ده بيبقى تكلفه على حساب الوزاره طبعا، على الوزاره. اشرف صبحي متكفل وداعم جدا للاتحاد الفتره اللي فاتت. اللي يلاقي نفسه يعني موهوب فمثلا في الطاوله، في الدومينو، في كذا، هل مثلا يجي يتقدم للاتحاد او يتواصل مع مين لو هو عايز يلعب اللعبه دي بشكل احترافي؟ احنا الفتره الجايه هنعمل حاجه اسمها سلسله تحدى نفسك، دي هتبقى كل شهر هيبقى في بطوله للالعاب كلها، هتبتدي في شهر 11 الجاي ان شاء الله، وبرضه هنعملها في مولات، يعني هننزل نقرب للناس شويه، هنعمل زي ملاعب متنقله تبقى في المولات في الاماكن العامه. هو لو عاوز يشارك في الاتحاد في نوعين من الاشتراك في الاتحاد، اول نوع ان هو يبقى لعيب حر هيخش يشترك في الاتحاد على طول مقابل مادي هيدفعه في الاتحاد، وفي تبع نادي او تبع هيئه شبابيه او رياضيه عن طريقها بيخش يشترك في الاتحاد.
كويس جدا، دي معلومه حلوه نختم بيها علشان برضو لو اي حد عنده موهبه، احنا عندنا مواهب كتيره القهاوي والكافيهات والبيوت وغيره يعني هنلاقي طبعا. نورتني يا استاذ احمد بجد، نشوفك قريب ان شاء الله بالتوفيق. انا سعيد جدا بتواجدي معاكم. شكرا جزيلا. شكرا. وبكده نكون انتهينا من الفقره الاولى، هنطلع فاصل ونرجع بقى عشان نتابع مع حضراتكم التقرير اللي تم تصويره، كان تقرير خارجي صورته نهاوند مع ابطال منتخب مصر لكره القدم للساق الواحده، فقره جميله جدا ارجوكم تابعوها معانا، ونشوفكم على خير بكره باذن الله. الى اللقاء. جولة جديدة من جولات 10 الصبح في الأهلي، النهاردة أنا متواجدة مع حضراتكم عشان ننقل الصورة حية بقى لمنتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة. هما كانوا منورينا قبل كده في استوديو 10 الصبح في الأهلي، لكن كنت وعدتهم إن احنا هنيجي ونصور وننقل الصورة حية من على أرض الواقع، وحضراتكم تشوفوا قد إيه المنتخب ده بيشتغل، ومين اللي أسسه أصلاً، والناس دي حلمها إيه، وإزاي بيقدروا إن هما بجد يتحدوا كل الصعاب اللي هما بيمروا بيها. حاجة بجد محترمة جدا، زي ما كنت بقول لحضراتكم هنفضل نقول احنا بجد بنتعلم منهم. تعالوا معانا عشان نبدا اولى جولاتنا ولقاءاتنا المختلفه ونتعلم منهم ونشوف الناس دي وصلت المكان اللي هم فيها ازاي. يلا بينا. كابتن سيف صباح الفل، وسعداء ان احنا معاكم، وبجد زي ما كنت بقول في المقدمه بتاعتي عمل محترم جدا، بنتعلم بجد الاصرار، بنتعلم يعني ايه ما فيش حاجه اسمها مستحيل، بنتعلم ان احنا لما بيبقى عندنا هدف وبنشتغل عليه بنوصل له، ده اللي انتوا خليتونا نتعلمه بجد. صباح الفل. صباح الفل. اولا احنا سعيدين جدا طبعا، مش جديد علينا بيتنا الكبير طبعا النادي الاهلي، وجوده والفولو بتاعه معانا على طول. احنا بنقول احنا مبسوطين جدا بوجود حضراتكم، مبسوطين من اول ما جيتوا، وانتوا روحكم في وسطينا، حاسين في اكتف كده النهارده في التمرينه. احنا بنعملش عمل جديد، احنا زي ما قلنا قبل كده احنا كلنا رسائل لبعض، هو جاست ان احنا بنكمل بعض بس مش اكتر. طول ما عمري بقول يعني في اختلافنا قوه، احنا حلمنا حلم من 7 سنين او من 8 سنين، واحنا النهارده شغالين عليها والحمد لله شغالين على قدم وساق. حلمنا حلم ان احنا نروح امم افريقيا وكلنا نلعب مع جنب بعض ونمثل بلدنا ونمثل بعض ونقف قدام اسياد القاره زي ما بيقولوا في لعبتنا، والحمد لله قدرنا ان احنا نوثق وجود بلدنا الكبيره مصر في اللعبه. فالحمد لله انا بشكركم طبعا، وانتم منورينا النهارده، مش جديد على حضراتكم. ده دورنا ولازم ان احنا نيجي ونوري الناس قد ايه عندنا يعني لعيبه، مش بس يمكن بتواجه صعاب على المستوى البدني لكن ما فيش حاجه بتوقفها، ومش بس ان هي بتلعب بشكل يعني كهواه، لا ده شكل احترافي. انت بتتكلم عن منتخب متكون بيمثل مصر وبيحصل كمان باذن الله على بطولات، وحاجه محترمه جدا. عددكم قد ايه دلوقتي يا كابتن سيف؟ احنا وصلنا ل 143 واحد. احنا اول، انا لسه يعني حضرتك النهارده فكرتيني باول يوم اشتغلنا فيه. اول يوم اشتغلنا فيه اشتغلنا على انفيتيشن على فيسبوك، وكنا 9، كنا كلنا سبحان الله فينا نفس لمعه العين. يعني انتوا اللي جمعتوا بعض اصلا؟ ايوه، يعني البدايه كانت عند الكابتن محمود عبده، وهو قرر ان هو يحترف وخد تجربه الاحتراف. فالنهارده استرجعت كده من 6 سنين اول ما ابتدينا مع بعض، كنا 9 لعيبه. سبحان الله، احنا زي ما اكون انا بقول كده دايما، احنا كل واحد فينا كان عايش في كوكب تاني. لما لقينا بعض كان عندنا كلنا ثقه في بعض، ابتدينا نشتغل. النهارده وصلنا ل 143 واحد، و 143 واحد ده على مستوى الجمهوريه، عندنا من جميع المحافظات النهارده بيجي لنا التمرين، من الشرقيه، من اسكندريه، وشايفه اعمار كمان مختلفه، يعني عندك كل الاعمار تقريبا. المنتخب الميزه اللي فيه كمان كل الاعمار، ولسه هنتكلم على الشق الاخر اللي هو النسائي، لان انا شفت كمان وتعرفت على اللعيبه اللي عندك طبعا كره القدم النسائيه للقدم الواحده، وحاجه يعني بجد محترمه بجد جدا. ميرسي جدا. ما هو احنا طول عمرنا بنقول ان المصري يعني مش هنقول بيحب ينجح قوي، وبينجح في ظل الظروف الصعبه قوي. فانا طول عمري بقول
انا ما بحبش انجح الا في ظروف معينه، يعني لو نجحت والدنيا جميله والدنيا كل حاجه متيسره لي يبقى ايه فايده النجاح؟ بص اللي احنا بنشوفه قدام حضراتكم ده ممكن نلخصه في حاجه اسمها الامل والاراده. اللي احنا شايفينه ده يلخص في الامل والاراده، وزي ما كنت بقول في الانترو بتاعي وزي ما بقول في البرنامج وزي ما هنفضل كلنا نقول، الاعاقه ليست في الجسد، الاعاقه في الفكر، ان انا اؤمن ان انا لا استطيع ان انا انجح. فاللي احنا شايفينه عكس تماما ده. فربنا يوفقكم، سعيده جدا بهذا اللقاء كابتن سيف، واحنا هنتابع معاكم مش هنسيبكم عامه انت عارف. نشكرك جدا، مبسوطين جدا بحضرتك وبوجودك، حضرتك بيسعدنا جدا. وهاخد كلمه بقى زي ما في اخر لقاء معانا، احنا ممكن نحول الاعاقه لطاقه، طبعا فهو ده اللي احنا بنحاوله، هنحول الاعاقه لطاقه. حلو ده، هنختم بده. شكرا كابتن سيف. القدم للساق الواحدة مش بس للرجال، لا دي كمان للسيدات، ويمكن لسه الموضوع في بدايته، لكن إن شاء الله يقدروا إن هم يكونوا فريق وفرق وبعد كده منتخب. خلينا نعرف أكتر من كابتن مريم. يا كابتن مريم صباح الفل. صباح الفل. خليني بقى أعرف يعني في البداية كده، قبل بقى ما نتكلم عن الفريق وإنتوا دلوقتي في مرحلة التكوين، إيه سر حبك في كرة القدم أصلا؟ والحقيقه ان انا يعني الرياضه كانت بعيده قوي عليا، يعني انا ما كنتش مهتمه قوي بالكره القدم عامه، بس حسيت ان دي حاجه بالنسبه لي صعبه. يعني بالنسبه لي انا كمريم سباحه ما جربتها ما حسيتهاش صعبه قوي، يعني جربت كذا رياضه تانية ما حسيتش ان هم صعبين، بس كانت دي بالنسبه لي التحدي، وانا من وانا صغيره بحب الحاجه اللي هي الصعبه يعني. بس ما بتحبيش اصلا كره القدم يعني، ولا انت حبيتيها عشان التحدي؟ ما كانش ليا اهتمام قوي، بس حبيتها علشان التحدي. حلو جدا. طيب حصل بقى ودخلتي دلوقتي لكره القدم او مجال كره القدم وعالم كره القدم، وبنتكلم عن كره القدم للساق الواحده. انت مش في تحدي عادي، انت طبعا في تحدي اكبر. انتوا دلوقتي في مرحله التكوين، عايزين تكونوا فرق، قولوا لي الاقبال او قولي لي الاقبال دلوقتي ايه؟ قادرين تلاقوا بنات كمان يشاركوا ولا لا؟ حلمك اصلا ان انتوا يبقى عندكم كمان توصلوا يبقى في منتخب؟ اه طبعا، يعني احنا فعلا ده اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي الفتره دي، بنحاول ان احنا نعمل حملات علشان نجمع اكبر قدر من البنات. بنحاول دلوقتي ننزل بوستس وننزل حاجات بحيث ان يكون في بنات كتير تشارك معانا، حتى لو مش هيكملوا بس يكونوا خدوا الخطوه دي، ودي خطوه طبعا هي مهمه جدا بصراحه. وغير كده كمان للبدني، يعني هم ناس كتير لسه ما تخطتش مرحله ان هم يتعاملوا بالعكاز عادي، لسه ما تخطوش ان هم يطلعوا من صدمه مثلا لو كان شخص طبيعي وبعد كده حصل له بتر، لسه في حاجات كتير قوي الواحد ما تخطهاش، فدي بالنسبه لهم اصلا مرحله لوحدها. يعني فكره ان انت تشاركي دي مرحله في حياتك اصلا لوحدها، دي خطوه. ربنا يوفقك يا مريم، نتمنى لك كل خير، وان شاء الله تمثلي مصر وترفعي اسم مصر، احنا كلنا اكيد هنفرح بيك. وشكرا ليكي. من اللقاءات الجميلة معانا دلوقتي ندى، وهي بتلعب في فريق كرة القدم للساق الواحدة النسائي، وخلينا نتعرف عليها أكتر ونعرف بقى تفاصيل. يا ندى صباح الفل في البداية. صباح النور. ندى شفتك وانت بتلعبي، حاجة جميلة ومحترمة، وما يبانش ان انت يعني لسه جديدة وان الفريق لسه جديد. طبعا انتوا عددكم تقريبا 5 أو 6، بتسعوا دلوقتي ان يبقى فيه زيادة، صح كده؟ صح طبعا، يعني احنا لسه بادئين وبقينا 5 أو 6، وان شاء الله هنكمل العدد قريب جدا وبالتوفيق. حلو قوي. ندى خلينا بقى نعرف اكتر وتحكي لنا، انت اصلا حبيتي كره القدم ولا الموضوع جه معاكي صدفه ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ هو الموضوع جه معايا صدفه، اللي انا بعد الحادثه كنت تعبانه قوي وكنت نفسيتي متدمره. دي حادثه اللي هي كانت ادت السبب؟ اه يعني دي كانت ايه ملابساتها؟ كنت مسافره قبل عيد ميلادي بيومين عشان اقضي عيد ميلادي، فوقعت تحت القطر، فالقطر شال رجلي. لا ألف سلامة عليك. ده كان عندك كام سنة؟ كان عيد ميلادي 16، كنت خلاص فاضلي يوم هكمل 16 سنة. طبعا وقتها انت كنت نفسيا زي ما بتحكي متدمرة. كنت متدمرة خالص، كنت يعني رافضة الحياة كلها، وكان لسه صغيرة، كنت ما بطلعش بره الأوضة ورافضة كل حاجة. فجت بقى معايا البداية اللي هو شفت الكابتن محمود صورته ودخلت كلمته وقلت له هو ازاي بتلعبوا وكده، انا عندي حصل لي 1 2 3، فهمت على حواري. راح قال لي لا، ما في بنات كتيره زيك وبيلعبوا حلوه، اعطاني الامل بقى ان انا ايه، لا انا هخش هلعب كوره. بدات بقى اتفرج على الماتشات واشوف كل حاجه تبع الماتش.
بصي بقى ندى، يعني انا عايزاكي تقولي رساله انت منك للناس دلوقتي، للناس اللي هي عندها فقدان للاراده للشغف زي ما بتاكد للحياه، الفتره اللي انت مريتي بيها منك انت ازاي تقولي لهم، او ايه النصيحه اللي تقوليها لهم؟ هقول لكم ما تطوقوش اللي جواكم، لا نفسيتكم متدمره اه وانا عارفه اللي حصل لكم واللي انتوا هتحسوا بيه، بس لا ما توقفوش على كده، عيشوا حياتكم، هتلاقي ناس من اهلكم بتحبكم زي ما انا كان في اهلي من بيحبوني وقفوا جنبي، وقفوا اللي انا قدرت اقف في المسافه ديت وطلعت من كل اللي انا فيه. وبجد ما تسمعوش لراي الناس، الناس اللي هم بيتكلموا وبيتريقوا، لا ما تسمعوش لاي حد، اسمعوا لقلبكم قبل ما اي حاجه. خليني بقى يعني ارحب بشكل مختلف، لان ضيفنا دلوقتي وهذا اللقاء مع كابتن محمود، وكابتن محمود ليه كذا تايتل بقى. كابتن محمود طبعا كان منورنا قبل كده في الاستوديو في 10 الصبح في الاهلي، بس احنا وقتها وعدناه وهو لو يقول لنا لو فاكر، يعني قلت له انا هاجي وهصور معاكم وننقل لحضراتكم صوره حيه من قلب الملعب ونشوف شغل الناس دي على الارض عامل ازاي. كابتن محمود منورنا دلوقتي، هو مؤسس يعني كره القدم للساق الواحده في مصر، وكمان كابتن منتخب مصر وايضا محترف في تركيا. انا مش عارفه تايتل هنقول ايه ولا ايه يا كابتن محمود. استاذه نهاوند، اهلا بحضرتك واهلا بالساده مشاهدين برنامج 10 الصبح. وبالفعل حضرتك كنت وعدتينا في اللقاء مع حضرتك ومع استاذ كريم ان حضرتك هتيجي تنورينا وتصوري معانا لقاء و10 الصبح. وقد كان طبعا 10 الصبح منور تمرين منتخب مصر كره القدم للساق الواحده، منورينا والله. انا فرحانه بيك جدا وهفضل اقولها لك كل مره هقابلك، لان اللي انت عملته ده مش فكره بس كونت فريق، لا انت اديت امل لناس كتير. ويمكن من اللقاءات اللي انا اجريتها دلوقتي مع ندى، وهي بتقولي ان وقت عمليتها هي كانت فاقده للامل في الحياه اصلا، وفكره ان تشترك ويبقى في فريق بيمثلها وان هي تشغل وقتها وتحس انها بتعمل حاجه مفيده، انت عدت لها الحياه مره تانية. ده مثال غير طبعا الامثله الاخرى. فلا محمود بجد برافو عليك يعني. ربنا يخليك يا استاذه. هو ده اللي احنا شغالين عليه، ان الرياضه هي نكسر بيها حاجز الاعاقه، ان الاعاقه بالنسبه لي تبقى حافز ودافع ان انا انجح وابقى شخص ناجح في المجتمع وابقى بطل رياضي وابقى اشرف نفسي واشرف اهلي واشرف صحابي. هو ده اللي بنتكلم عليه. الرياضه ليها اسس كتير، ليها توابع كتير، هي اللي تقدر يعني تكسر حاجز الاعاقه زي ما قلنا. واحنا من خلال برنامج 10 الصبح حابين نشكر معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي على اهتمامه برياضة كرة القدم للساق الواحدة في مصر، يعني اهتمام ملحوظ جدا. وكمان حابب أشكر مجلس اللجنة البرلمانية دكتور حسام الدين مصطفى والدكتور أشرف العجيلي وكابتن عماد رمضان، مقدم لنا دعم كبير. وان شاء الله بنشتغل الفتره اللي جايه ان احنا يبقى عندنا نادي واثنين وثلاثه ويبقى عندنا دوري محلي. هو ده الحلم اللي احنا بناه. بنجهز كمان لبطوله امم الافريقيه 2023، وان شاء الله مقدمين ملف لوزاره الشباب والرياضه ان احنا نستضيفها هنا كمان في مصر، يبقى حدث رياضي كبير ان شاء الله. حلوه قوي. وفكره ان انت كمان تتكلم عندنا دوري، ده معناه ان احنا عندنا حلم ان يتعمم في كل الانديه بقى في مصر، يعني الرياضه دي تدخل كل الانديه في مصر. طبعا انا حلم حياتي ان انا ابقى كابتن للنادي الاهلي، ومش هلعب في مصر غير للنادي الاهلي. يا استاذه نهاوند، ده تصريح حصري لحضرتك. انا بلعب في تركيا في بلديه ازمير، بقالي 4 سنين خدت 3 بطولات الحمد لله، وجددت الموسم اخر 2023 مع فريق بلديه ازمير، ومش هلعب في مصر الا للنادي الاهلي ان شاء الله. انا راجل اهلاوي وحلم حياتي ان انا العب في الاهلي وابقى كابتن للنادي الاهلي. الرياضة في الأول وفي الآخر ده لازم تبقى عندنا فيها روح رياضية، ما فيش أي حاجة أبدا، ده الأساس. أنا بشكرك على مجهودك يا محمود، بشكرك على مجهودك بجد اللي أنت بتقدمه للشباب دول وبعد كده لمصر، حاجة محترمة وربنا يوفقك بإذن الله. يا أستاذة نهاوند ونورتونا وشرفتونا. الإعاقة هي عدم إيماننا بقدراتنا وانعدام الإرادة. طول ما احنا عايشين الأمل موجود، والشخص الناجح هو اللي بيصر على حلمه رغم كل التحديات اللي بيواجهها. فالأمل حياة.